بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن سيد المدير وحدة مدينة وهران الذي نشكركم على هذه المبادرة الحسنة التي قامت بها جمعية اتحاد جمعيات ولاية وهران حول تعقيم مكتب المرير القبضة الرئيسية وكذا مقر مديرية مرير وهران وكذلك للإفادة بأن بريد الجزائر هي واقفة وكذلك لخدمة زبائن بريد الجزائر والشكر موصول لكم. واحد من المشكور في اتحاد جمعيات ولاية وهران، اتحاد جمعيات ولاية وهران وعلى رأسهم الشيخ هشام أولا نشكر المسؤولين على بريد الجزائر على هذه الدعوة اليوم اللي رانا متواجدين عندهم هنا ووجودنا اليوم ندخل في برنامج اتحاد جمعية ولاية وهران وهو تعقيم وتوزيع الكمامات للإدارة للموظفين بريد الجزائر والمواطنين المتواجدين الزبائن اللي اليوم راهم متواجدين في الكيشو راهم يخلصوا. احنا هذا برنامج تاعنا اليوم للحملة حملة التوزيع وحملة توزيع الكمامات وتعقيم كل بريد الجزائر اللي متواجدين على مستوى ولاية وهران وكذلك عقبنا في كل المؤسسات اللي متواجدين اليوم في وهران وعلى مستوى ولاية وهران وما زال القضية والحملة متواصلة والجهود من طرف الاتحاد جمعيات ولاية وهران والحمد لله اليوم اللي قضى على هذه الجائحة كوفيد 19 نتمنى إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء اللي نتمنى إن شاء الله وتولي الأمور عادية كما كنا من قبل. كان بعض يعني ماشي كلش لكن كاين واحد البعض ما صدقاتش على هذا لا صح ما سلموا يعني احنا دائما ننصحهم كي يترجعوا زعما غادي يكون افضل للوقايه وكان هذه الكمامه هذه وماذا بكم تستباعدوا